السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوع من انواع النفاخ. طبعا كلنا عارفين ان النفاخ ليه انواع كتيرة جدا جدا جدا، ممكن تعدي 50 نوع المختلف من النفاخ. وكلنا طبعا عارفين النفاخ التقليدي اللي هو بيبقى بشراب وبيبقى البالونة بتاعته كبيرة وركبه عالية وبيبقى ببصمة وألوانه بتبقى عاملة زي الإنجليزي، اللي زي اللي هنشوفها في الفيديو ده مع بعض. بس النهاردة موضوعنا أو كلامنا هيكون عن نفاخ من نوع مختلف غير اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات، هيكون عن نفاخ الجاديتانو، اسمه كده، هو اسمه صعب شوية، اسمه الجاديتانو. ده نفاخ اسباني من الحمام النفاخ الاسباني، شكله جميل جدا جدا. بس قبل ما نبدا ونشوف شكله، قبل ما نبدا ونشوف مواصفاته، اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو علشان الفيديو ياخد حقه ويوصل لناس غيرك. ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات يا ريت ان انت تعمل اشتراك في القناه عن طريق ان انت تدوس على كلمه سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو بننزله. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض شكل الحمامة الجاديتانو دي ومواصفاتها بتكون عاملة ازاي. هي من الاشكال الجميلة جدا جدا، هنشوف مع بعض في الفيديو ده شكلها بيكون عامل ازاي بالظبط. ده بالظبط شكل الحمامة الجاديتانو، الحمامة الاسبانية زي ما هي واقفة كده على ايدي. سهلة وبسيطة جدا جدا عشان تبقى عارفها ومواصفاتها القياسية. شكلها زي ما انتوا شايفين كده، جسمها زي جسم الحمام البلدي العادي جدا في الشكل والحجم، انما الحصلة هنا بتكون كبيرة جدا. لو جينا بصينا وقفتها بتكون واقفة كده، هي على طول وقفتها كده. بصوا دماغها عاملة ازاي، الحصلة تتنفخ هوا، دي نتاية. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني قد اكبر من كف ايدي. الوش، العظم، عظم عادي جدا، حمامة زاجل. لون العين برتقاني. طبعا كل ما تكون سايبة اكتر كل ما تكون بتنفخ حصالتها اكتر. طيب الحمامة دي فيها شبه كبير جدا من الحمامة الخنيسي. الناس تقول لك ده شبه الخنيسي، او ايه هو حمامة الخنيسي؟ الحمامة الخنيسي بتكون نفس الحجم كده، بس بتكون الحصلة بتاعتها مهدولة لتحت كده. ثواني احاول ان انا اخرج لها الهواء شويه بسيط. ان الخنيسي بيكون الشكل ده، بيكون حصلته مدلدله دايما على الارض كده كده بنفس الشكل، وبيكون عظمه خشن. يعني العظم ده مش بيكون ناعم زي ده كده، لا بيكون خشن، في وقصير شويه، خشن في غضاريف كده تحس انه كبير في السن، انما لا جديتانو ده عظمه ناعم وحجمه مش كبير لو من غير حصلة، انما لا من غير بنفخ الهواء للحصلة تكون حمامة حجمها كبير. هنشوف مع بعض دلوقتي شكلها وهي ماشية على الارض وهي بتنفخ الحصلة للاخر، وهنرجع لبعض. طبعا الحمامة دي انتاجها مش صعب، انتاجها سهل، وزق عيالها ممكن تزق عيالها سهل. اسعارها ممكن تكون من 2000 ل 3000 على حسب المستوى وحسب اللون. في منها كموني، في منها ازرق، في منها اسود، في منها الوان كتير. طبعا ودي تعتبر نوع واحد من انواع النفاخ غير كمان اللي احنا شفناه في اول الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم مع بعض عن نوع مختلف تماما من النفاخ اسمه اخمبوتر، او بيقولوا عليه هنا في مصر نفاخ سلوفاكي، وهو مش سلوفاكي ولا حاجة، بس هنشوفه مع بعض بالتفصيل الفيديو اللي جاي ايه هو الاخمبوتر وشكله ايه نوع النفاخ ده. و
ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يكون الفيديو مفيد. شكرا.